بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوتي اخواتي، كديرين لاباس عليكم؟ كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله يا رب العالمين. الناس اللي كيتابعونا في هذه القناة تيفي نادور، ما تنساوناش بلي لايك والبارتاج، ما تبخلوش علينا بلي لايك والبارتاج. والناس اللي ما دايرينش الاشتراك، هذه فرصة تعملونا بالاشتراك ديالكم والله يجازيكم. آخر أخبار عن فتح الحدود بين إسبانيا والمغرب ومليليا بين الناظور، إن شاء الله راه قريب الإخوان، راه تأجل يعني فتح الحدود النهار واحد في شهر 5، يعني في شهر مايو الإخوان غادي تكون إن شاء الله مليليا محلولة وسبتة محلولة إن شاء الله. ما تقنطوش الإخوان، راه قريب إن شاء الله كما وعدناكم بأن راه كاين فتح الحدود، بأن شفنا إسبانيا راه كتعامل إسبانيا يعني كصديق، يعني صديق ديالو، يعني كما عرفنا بأن بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية يعني دافع على المغرب، يعني دافع يدافع عن الصحراء المغربية ويدافع باش تراجع العلاقات كما كانت، يعني واحد العلاقة جديدة، لأن بيدرو سانشيز راه اليوم كان في برلمان في إسبانيا، يعني دافع على فتح الحدود ودفع على الصحراء المغربيه. وحنا كنشوفوا بان بزاف ديال الناس كيقولوا راه انتم غير كذابين، حنايا ما كذابين ما والو، وانما حنايا كنهزوا هذه الاخبار من الصحافه ديال اسبانيا والصحافه المغربيه، حنايا ما كنقولوها الا شفنا شي حاجه كتقولها الصحافه. الله يحفظكم الاخوان، وحنا ان شاء الله كما وعدناكم بان راه قريبا غتكون فتح الحدود والفتح معبري سبته ومليليه، فهمتوني الاخوان؟ بالنسبه يعني اتصلنا الى مليليا، راه قالوا لنا بان راه كاين شويه ديال الاشغال ديال مليليا، منين غادي يسالوا الاشغال؟ يعني في شهر 5 ان شاء الله غتكون يعني الاشغال، سالوا الاشغال ديال مليليا، وحنا داكشي اللي كنا كنستناو غير يسالوا ان شاء الله الاشغالات، يعني ان شاء الله يتم هذه السماء ما مش توارم بان اسبانيا تاجل عاود الحدود البحريه، يعني فتح الحدود البحريه انها شهر 5، يعني ما جاو مني غير يتم هذه السماء بان نشي نلقاو نسير بومونت نهار غاتعزم نيشان، ولكن قاديني الاتصالات جاء الوزير الخارجيه ناصر بوريتا ووزير الخارجيه خوس ايمانويل البارس، يعني قاديني جا اتصال، يعني اتصال بريفي غيت ما يجي اتصال سري، وزعما تنسنت الشك ني غد الشم، فهمتي ما دي سمع مي انا قنيهم قادين يجي الاتصال شي اسبانيا ضد المغرب نشي نوان زعما نسلم من مي غيازمن نيشان من طنا غيازمن، ولكن يعني الزيارة الوزير الخارجية خوس ايمانويل البارس يعني دقيش الزيارة انت غير المغرب نهار واحد شهر 4، يعني ويقيموا لي ما دي سمع بان يقيم يومين نهار الجمعة ان شاء الله هذيك يجي الزيارة ظني تاع المغرب باش اظن غير يعلن من تنهائي غتعزم دي شهر 5، خمسة وشهر 4 يتم دي سما بان وادي النبوي يعزم دي شهر 4 غواني رمضان، يعني غواني العيد مزال ان شاء الله انسر كلمات فتح الحدود والتقنيد مشى يتما، والتقنيد مشى بالنسبة للجالية يتجان دي اسبانيا هذي الاخوان يتجان دي مليلية السبتة، والتقنيد مشى يتما، والتقنيد مشى ان شاء الله هاهم يفارش تدع رب العالمين، والحمد لله ما مش نتوالى بان اسبانيا يعني قد تدافع، يعني تقايش الدفاع مش توالى ما مش نزرى رئيس الحكومة اسبانيا بان نهار تغدي برلمان يقايجو دافع الصحراء المغربية، يقال الصحراء المغرب وجوديس تغيكسن يعني فتح الحدود عن قريب كما وعدناكم، يعني مش كني ونواعد ما دي السماء بان فتح الحدود اقدني ان شاء الله شهر 5 ان شاء الله يا رب العالمين النجاة نهار واحد شهر 5، وعاود ما دي السماء بان قد نجي الزيارة نهار الجمعة ان شاء الله قتقيم يومين نهار الجمعة ان شاء الله خوس ايمانويل البارس هادي الزانيتا غا المغرب، هذه كاج اللقاء بين وزيرين ناصر بوريتا، وخصك تسلم بان اسبانيا ديني الاتصالات يعني ديني جل الاتصال هاك المغرب اسبانيا ضد المغرب، ولكن شين وزمان سن الاتصال من ديني جالس قاش من ميدا ومني غير هادي ما بان ديني الاتصالات شين وزمان سن الصحافه يمقران يتجنخ الحدود يتجنخ العلاقه وزمان سن مالي بركي وزمان سوفون يعني شنواور نانت جالس ويتم دي سما ما مجدهم قاغ بان فتح الحدود اقدني ان شاء الله والتقنيد ماشي ان شاء الله قاش خمسه قاثي وض قنصبع عام عامون ساعه ماي قاش هاو هذه النوال وغيتم شهر ان شاء الله حسبي وض شهر رمضان يعني مبروك عواشركم ان شاء الله رمضان قريب ان شاء الله باش تنزوم الصح الدري هنا وان شاء الله تنزوم
يعني بدون اعصاب ان شاء الله قرخوا صلاه التراويح تنزج للمساجد. والحمد لله يعني غيت ما ديس ما اتصل اخوان توندي الجاليات وخصن لكن غزل صلاه التراويح ذني تدي المساجد ذني تدي المغرب. ولكن واش تي فشي تما كلشي سن مكاتب كلشي سن مكاتب تما قني غوم وعسى ان تكرهوا شيئا فهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا فهو شر لكم. كلشي سن مكاتب تما والتقليد مشاقي ان شاء الله غتعزم ليليا غتعزم سبتع غتعزم الحدود البحريه ما مشتو نلقاش الاتصال غامليليا بان تعوض لنا قلق بان قادين نشا الاشغال يعني دروز تزوج الاشغال بالنسبه مثلا كاميرا نخشى نحشتمو يعني ما مش دقان دي مليلي يعني قلق قادين نشا الاشغال تيم مزيانين وهي يمكن زي سارشا 50 ان شاء الله حتى في سالات الاشغال ثانيه حتى في سالة كل شيء تما باش تعزم الحدود البحريه والبري. خصت السلمي يثما دي سما بان خميني دوم ديتيشان شن الخبار وانما الا نكسيت زي الصحافه قوا جمهور القريه تزوز تجي في النغوه نتسرى الصحافه اتصل الصحافه ديم قرن تبعيثا يعني يجي نخلي حدود يجي نخلي علاقه يعني الصحافه يم قرن ديني نتبع ديني نظفر باش انا مدناوي الخبور هذا يثما دي سما وباش تسلم يعني باش وذا استقابو قناه تيفي نادور قد تويا نغدي خارق وانما يعني قازل كلشي قازل من الواقع الحمد لله تغرب ديال قناة تيفي نادور تغرب قارهم قضا زمن ان شاء الله يعني غتدور العلاقة ما مش تغرب ويعني ما مش تغرب من خويت مدي السماء ما ميعطل خوازم بان العلاقة هي اللي قد تعالج العلاقة المغرب اسبانيا هي اللي قد تعالج تعالج العلاقة انسان قني غوم اول صفحة العلاقة نهار واحد يعني نهار الجمعة يعني نهار الجمعة ان شاء الله كتقيم يومان اتيري اول علاقة يعني اول هذا لازم نجي نصفحة يعني اول صفحة يعني غيري العلاقة جا المغرب اسبانيا وخصني نعالج العلاقة انسان يعني العلاقة انسان اتيري ثمغي ان شاء الله وعاد هذه روازم ان شاء الله كلشي ديازم وما مجدو مني بان مليليا هذه روازم وجبو مشاو قبل بان غادي تدريجيا ويعني بالنسبه وغيات فندام زوا ويدغي فندام زوا اني غادي جا الشواغد اني غادي جا الشواغد ديني غيات فندام زوا اتفر فندام زوا اما اني غاتجيبو الشواغد غاسا باسا بارتي عادي واها اني مازال عاد وذا سنقابو قواتي في مقاعني غا هذي كسن قاعملي اني هذي كسن صحابو سبارتي وانما ورقة هذي كسن شا ولكن ماني اني داح تدريجيا ونشي ندمني يتمني ان شاء الله يتمدي السماء نشي نازو الا ذا نغازم هذا نغازم ان شاء الله واخواني في بوم مليليا وانما الاخواني نتجندي مليليا باش غانا تفغن دانيتا انزاتس الاخوان الوحشيثا تقريبا عامين واثن نزريع ورا ويعني وليس النغزة ونشينها قومي نترجي ما قد ترجى ان شاء الله وزير الخارجية خصوصا من باريس باش يدير انتقال المغرب باش هذه يعلن من ميغافازم بان النغم قا وزير الداخلية يوخى فتح مليلية يخسر السلميم يوخى فتح مليلية قال نغم بان ذيس الاشغالات تم الزياني قال كملت ان شاء الله قزي الساعة ارشها خمسة ان شاء الله حتى في سالة تقع نهائيا لكن يوحفظ الله رب العالمين الاخوان تمني ان شاء الله تمنيهم ان شاء الله مره ويتمنى شن حاجه حتى في ان شاء الله اكني وحفظ صدار بالعالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.